السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور ازيك يا ابو الحمد لله تمام احنا المحاضره اللي الاسبوع اللي فات وصلنا لغايه الاي بي characteristics للدايت فكده نعتبر احنا خلصنا السيمي كوندكتور ماتيريالز عرفناها يعني ان طيب يعني بي تايب خدنا الكرنت اوكي دريفت والديفيوجن ابتدينا نتكلم عن البي ان ستراكشر ده اوكي البي ان جانكشن وازاي بتتكون عندي بيبقى فيه كرنت كبير في الفورورد وكرنت صغير جدا تنسو زيرو في الريفرس وعرفنا يعني ايه فورورد بايس وعن ايه ريفرس بايس اوكي وعن ايه ديبليشن ريجن ويعني ايه بوتنشال اللي هو البلت ان بوتنشال كل ده عرفناه. هنبدا ان شاء الله من المحاضره دي بنتكلم عن الدايود از سيركت إلمنت. يعني ايه سيركت إلمنت؟ يعني الكترونيك سيركت بناخد ابليكيشن بس عشان ندخل في الابليكيشن ديت محتاجين نشوف ازاي نتعامل مع الضرب دي احنا اوريدي كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بدانا فيها يعني كده. وكنا خدنا حتى كنا خدنا بروبلم بسيطه الاكزامبل ده. كنا قلنا لو عندي دايد مع مقاومه سيريز وباتري وطلبت منكم ان انتوا تجيبوا الفولتج والكرنت للدايت. ده كنت هتعملوا ايه؟ كنت هتعملوا كي في ال عاديه خالص اي دايد في باتري تساوي دروب على الدايد اللي هو الفي دايت زائد الاي دايت في الايه؟ ما هو الاي دايد نفس الكرنت اللي بيمر في الار في الار وفي ريليشن ثانيه بين الاي دايت والفي دايت من الايه؟ من الكاركترستيك نفسها. فيبقى انا كده عندي تو أنونس موجودين في التو ريليشنز دول أقدر أحلهم وأطلع طبعا احلها بكالكليتر أو أحلها بقى بترعى الأندية الكلام ده دا لو دايت واحد فيبقى استخدامنا الاكزاكت ريليشن بتاعت الدايت بتصعب الايه الحل جدا زي ما انتم شايفين كده بيبقى صعب جدا أمال إزاي نسهل الحل وإزاي نتعامل معاه ويبقى أي واحد كده حتى مهما كان تخصصه أو حتى لو كان تكنيشن فني يقدر يتعامل مع الدايت ده في سركت. قال بنعمل لينيرايزيشن للكاركترستيك اللي احنا بنعمله ايه بقى ابروكسيميشن للكاركترستيك بناخد التانجنت كده من اعلى نقطه وننزل اوكي بالشكل ده يبقى التانجنت من اعلى نقطة وننزل كده فبيقطع هنا في نقطة، النقطة دي بنسميها في جام اللي هي الكاتن فولتج. بعد لو انا الفولتج قل عن القيمة دي الكرم بيبقى صغير جدا تنسو زيرو، فبعتبر الخط الأحمر ده اللي هو الكرم في بي زيرو. فابتدت الكاركترستيك تبقى نوعين او جزئين جزء اللي هو الفولتج فيه على الدايل اكبر من في جاما وده بنسميه آن ال والجزء التاني اللي فيه الفولتج على الدايل اصغر من في جاما وده بنسميه ايه اوف ليه بنسميه اوف لان الكرنت بزيرو والتاني بنسميه اون ليه لان فيه كي قيمه للكاتيت ونقطه في جاما دي نقطه ايه ان بتوين اوكي من دلوقتي بقى انا احب اف يعني بفضل ان احنا بدل ما نتكلم عن الفولتج على الدايد نقول عليه في دايد لا اوكي انا هنتعامل معاه از فولتج بين الانود والكاثود اوف ذا هي هي ما هو بتاعنا اهو النقطه دي الانود والنقطه دي الكاثود يبقى الفرق بين الانود والكاثود هو ده الفولتج اسمه في دي بس انا افضل ان احنا نستخدمه ايه في اي كي ماشي يا جماعه يبقى ايه في اي كي الديفرنس بتوين الانود والكاثود اللي هو الدروب اللي على الدايود يعني فلو الفي اي كي -E اكبر من في جاما يبقى انا اون طب لو اظهر يبقى انا اوف طب لو انا اوف الدايت ده equivalent لايه واضح كده ان هو equivalent لحاجه الحاجه دي الكرنت اللي ماشي فيها بزيرو بس عليها فولتج ايه الحاجه دي بقى ايه الحاجه دي الاليمنت اللي هو ممكن يبقى اوكي كارن زيرو على طول مهما كان الفولتج السويتش المفتوح الاوبن سويتش او الاوبن سيركت صح الاوبن سيركت الكارنت اللي ماشي فيها بزيرو بس ممكن يبقى فيه فولتج بين التو من دول صح ولا ايه تمام طب في حاله الان ايوه اتفضل تمام طيب في حاله الاون لا الاون انا عندي هنا بيمر كارنت وريليشن لينير على طول عايزكم تعرفوا ان اي ريليشن لينير بين كارنت وفولتج على طول تبقى مقاوم على طول تبقى مقاوم اهي يعني لو عندي فوق فوق كده مقاومه ار وعليها فولتج في والكارنت اللي ماشي فيها اي يبقى الريليشن بتوين الاي والفي لينير بالشكل ده وطبعا لو انا رسمت الاي هو الواي والفي هو الاكس يبقى السلوب بتاعنا واحد على ار بس في مشكله ان الريليشن دي بتمر بالاريجن يعني عند دي في زيرو اي بزيرو في المقاومه طبعا والسلوب ثابت كده بس واضح ان الجزء ده كده مش ايدنتيكال لده ده, ده بالظبط كانه هو ده بس شفت ايه ناحيه اليمين بقيمه في جاما صح ولا يا جماعه مش كان الكاركترستيك بتاعه المقاومه دي شيفتد في اليمين كده بقيمه الفولتج في جاما يعني كان عند في جاما الكارنت ايه بزيرو مش عند الأرج وده السبب ان انا بريبليس الضعف في الان دي مهمة قوي بريبليس الضعف في الان واحط مكانه مقاومة بتمثل لي السلوب بتاع بتاع الستريت لاين ده بجيبها من السلوب يعني والشيفت اللي هو الفي اللي جاب وخلي بالكم الشيفت ده لازم يتحط بالبولاريتي دي بوزيتيف نيجاتيف انود كاثود يعني لو الضايد عندك بالكونكشن دي كده يبقى البطاريه تتحط كده اللي موجوده في الاكوفلنت سيركت اوف ذا دايد يعني في الان بحط ايه تو اليمنتس ايكوفالنت للدايود باتري اوكي انود وكاثود مع الانود والكاثود بتاع الدايود وريزيستنس والريزيستنس على فكره بتبقى صغيره قوي اوكي okay. فده اللي انا عملته ده اسمها دايد مودلز يعني موديل او ايكوفالنت سيركت بسيطه قوي ايكوفالنت للدايود بس امتى لو كان اون انما لو كان اوف هيبقى اوبن سيركت واضح يبقى واضح هنتعامل مع الدايت ازاي يبقى اول حاجه مهمه لينا ان احنا نعرف هو الدايت ده اون ولا اوف والله لو اون اش هاخده كده ارميه واحط مكانه باتري ريزيستنس طب الباتري ريزيستنس دول هيكونوا جيفن اه جيفن طبعا هيكونوا جيفن اوكي طيب لو انا اوكي لقيته اوف عن طريق الفولتج مثلا عليه نيجاتيف يعني ريفرس فاكيد بقى اوف في الحاله دي اشيله واحط مكانه اوبن سيركت اوكي تمام يا جماعه وده اللي هيدخلنا بقى في الجزء ده اللي بنسميها اللي ايه الدايد مود يبقى اول حاجه احنا اتكلمنا عنها دلوقتي ان الدايد ممكن يكون اون لو الفولتج اكبر من في جاما او اوف لو الفولتج اصغر من في جاما وقلنا يفضل ان انا بدل ما اقول في دايد لا اقول في اي كي اوكي في بتوين الانود والكاثود احط مكانها في الان ار اف وايه وفي جاما طب ايه رايكم نحل نفس البروبلم ديت اللي هي دي كده احنا حليناها واضح ان البطاريه دي الباتري دي استيميتد كده تخلي الدايد ده اون ولا اوف البطاريه دي كده تخلي الدايد ده اون ولا اوف اون اه خلي بالكم البطاريه دي الانود بتاعها متوصل بالانود بتاع الدايد خلاص خلي بالكم ان الان ده هو جزء من الفورورد يعني الضايد لو كان فورورد الفورورد بدا من زيرو بوزيتيف يبقى لو فورورد والفولتج عليه كبير اوكي يبقى انا ايه يبقى انا في الاون طب ودي بعرفها ازاي يا خلي بالكم بقى من الرولز اللي احنا سميناها كده في المحاضره اللي فاتت جولدن رول اول رول انا عندي ضايد في سيركت وفي بطاريه او مجموعه باتريز ومجموعه ضعف ازاي استميت حاله الضايد ده اون ولا اوف اول حاجة انت بتقف كشخص بتقف عند الفولتج النقطة دي اللي هي الفاصلة بين الاون والأوفيس اسمها في جاما بتقف عندها طب هو عندها الكرم بكام عند النقطة دي الكرم بكام الكرم بكام عند النقطة دي زيرو زيرو معنى كده الكرن الكرم بتاع الدايت بزيرو يعني الكرنت اللي ماشي في الار بكام زيرو 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 لا لا زيرو يعني يعني اوكي ما فيش دروب عليها دروب بزيرو يعني الاي بزيرو في الار يديني زيرو الكلام ده انا ايه انا بقول وانا بستميت خلي بالكم الرول الاولانيه عشان اعرف او استميت حاله الدايت هو ده اون ولا اوف الستيت بتاعه ده اون ولا اوف اوكي بقف عند النقطه دي اللي هي عند النقطه دي الكرنت بزيرو فالدروب اي ريزيستنس سيريز مع الدايت الدروب اللي عليها بزيرو عشان الكرنت اللي ماشي بزيرو عشان كده اول جولدن رول وانت بتستميت حاله الدايت اوكي اجنور او اني دروب فولتج دروب اني سيريز اوكي وذ دايت اي مقاومه تيريز مع الدايت هنهمل خالص او هنجنور مش هنشوفها كاني انا مش شايفاها كاني شايفها سلكه واضح يا جماعه؟ يبقى وانا بحدد حاله الدايت ده اون ولا اوف بهمل خالص المقاومه اللي هي سيريز مع الدايت يعني كان البطاريه دي ايه البطاريه دي كانها ايه تضربها على طول على الدايت طب البطاريه اللي تضرب على الدايت ديت هتخلي الفولتج على الدايت اكبر من الفي جاما ولا اصغر دي 5 فولت انا حاططها 5 5 فولت دول معنى كده ده دخلتني دي بين اون صح دخلتني جول اون صح ولا ايه يا جماعه لان الفي جاما دي بكام احنا كنا حسبنا في نوت 0.7 المره اللي فاتت الفي جاما اقل تبقى 0.6 تقريبا يبقى الخمسة فولت دول اكبر من في جاما يبقى انا اكيد دخلت في الان اللي انا عملته ده كله او الرول اللي انا قلتها ديت ان انا باهمل اضرب على اي مقاومه سيريز مع الدايد دي مجرد بس عشان اقدر اسيوم حاله الدايد وتكون مظبوطه خلي بالكم عشان اقدر اسيوم الدايد ستيت وتكون صح عشان ليه؟ لأن لو أنا عندي سيركت فيها اتنين دايت يبقى أنا عندي كام احتمال للاتنين دايتس دول؟ حد يعرف يقول لي؟ يعني لو اديتك في البروبلم كده وقلت لك حل وجيب لي الكارنت طب ما أنا ممكن الدايت الاتنين دايت دول يكونوا اون ده اون وده اون ده ممكن ده اون وده اوف أو العكس أو الاتنين اوف مش عارف يبقى عندي كام كام احتمال موجود؟ هما احتمالين لكل ضايد احتمالين وهم اتنين ضايد يبقى كام احتمال؟ أربعة. أربعة تخيل فتيجي في الامتحان حضرتك تعمل احتمال وتجيب لي النتيجة ومين اللي قالك إن الأسامبشن بتاعك ده صح؟ عشان كده من أول دلوقتي طالما في باتريز وفي دايتس موجودة أنا ببدأ الحل بكلمة أسيوم ليه؟ لأني أنا مش متأكد إن أنا صح ولا غلط ما يمكن اساسا الكونكشنز الموجوده دي تخلي الدايد واحد فيهم اون والتاني اوف الاثنين مش اون يبقى معنى كده ان انا ما اقدرش اجيب اي ريزالتس مطلوبه او اي كارنت او فولتج الا لما تشيك الاسامشن بتاعي انا صح ولا غلط وعشان كده انا اديتك الجولدن رول الاولانيه دي عشان يبقى الاسامشن بتاعك 90% صح فهمتوا يا جماعه يبقى اديتك الجولدن رول الاولانيه دي عشان يبقى الاسامشن بتاعك 90% صح اللي هو ايه بقى ان انا لو في اي ريزستنس سيريز مع الدايت بنجلكت تاثيرها خالص فبشوف الفولتج الموجود ده هل كافي ان هو يشفتني انا واقف عند في جاما هل هو هيشفتني يدخلني اون ولا هيشفتني يدخلني اوف فواضح في البروبلم دي ان الباتري دي هتبقى دروب على الدايت يبقى ببدا الحل كده شفتوا ببدا الحل ايه اول تبقى أكتب, اكتب ايه طب ما انت اتاكدت يا دكتور اه عشان دي لوب واحد فاحنا اه عرفنا انما لو عندك كذا لوب وكذا دايد يبقى هتبدا حلك اسيوم الدايد اون واضح طالما انا عملت الاسامبشن ده من حقي اشيل الدايت واحط ايه يا جماعه مقاومه ار اف وباتر في جاما جيفن جيفن اروح حاططهم مكان الدايت بتوين الاند والكاثود بالترتيب ده كده اوكي وابدا اشوف هبدا اجيب المطلوب لا انت خلي بالك بدي يبقى يوم يبقى لازم تعمل لي تشيك طب اتشيك ازاي ان هو on ان انا الاسامشن بتاعي صح اوكي اتشيك ازاي ان هو اون يا جماعه انت في ال on فرضت ان هو ايكوبلنت لفولتج resistance فتتشيك ايه بقى مش ال on ده جزء من الفورورد فتتشيك ان الكرنت اللي بيمر في الدايت ان ذا فورورد دايركشن فعشان كده اللي تشيك ان انا اعمل ايه ان انا اجيب الاي دايت اجيبه وبعد ما اجيبه لقيته في الدايركشن الفورورد اكبر من زيرو يعني بوزيتيف يبقى هو فورورد يبقى انا الاسامشن بتاعي صح يبقى اللي تشيك بتاع الاون ان انا اجيب ايه الكارنت الكارنت اجيبه ازاي سهله بقى في باتري ناقص في جاما على المقاومتين دول ار بلس ار يديني الاي دايت اوكي جبت الاي دايت بتشيك صح مظبوط اه يبقى انا الاسامشن صح ايه المطلوب بقى بسال عن نفسي ايه المطلوب كارنت انا اوريدي جبته خلاص طب لو كان حد بدا فرض في بروبلم ان الدايت اوف ايه اللي تشيك اللي يعمله اوكي الجولدن رول الثانيه هو انا لما بقول الدايت اوف وان انا باسيوم ايه بالدايت يعني لما اقول الدايت اوف انا عملت اسامشن للكرنت بتاعه ولا للفولتج بتاعه حد يقول لي او حد فاهم اللي انا قلته لما بأسيوم ان الدايت اوف كده عملت اسامشن لقيمه الكرنت ولا قيمه الفولتج لا للفولتج لا للكارت لما بتاسيوم ان هو اوف انت اللي انت عارفه ايه ان الكارنت اللي ماشي بزيرو صح ولا ايه صح يبقى انا فارض ومتاكد ان الكارنت بزيرو يعني انا فارض ان الكارنت بتاعه بزيرو يبقى انا كده بعملت عملت اسامشن لكارنت انما في ال... في لما بتيجي تفرض ان هو اون انت كده عمل اسامشن ان هو ايكويفالنت لفولتج في جاما وده اللي خلانا نتشك بالايه بالفاريبل العكس يعني لما تاسيوم on يعني تاسيوم voltage تشيك بالكارنت زي ما انا عملنا طب لما اسيوم off يبقى انا عملت ايه اسامشن للكرنت ان الكرم بزيرو يبقى ما جايش اعمل لاني بلاقي الناس في الامتحانات تعمل ايه تيجي تتشيك هو بتاسيوم ان هو اوف تيجي تتشيك ان الكرم بزيرو طب ما انت اللي فرضه ما انت فارض أنه هو اوف يعني اوبن سيركت والكارنت بزيرو تيجي ازاي تتشيك تقول لي اه ده انا صح كده ده ما ينفعش انت تتشيك بالفاريبل العكس عملت تشيك عملت assumption ل بزيرو تتشيك بالايه؟ بالفولتج ان يكون الفولتج بتوين الانود والكاثود اصغر من ايه؟ من في واضح يا جماعه؟ تمام؟ تمام. يبقى انا كده يبقى احنا كده. اتفضل. اخر حته بس ثانيه عشان الل... يعني دلوقتي هي اوبن سيركت فدلوقتي ما فيش current بيعدي. انت ده انت اللي فرضته انت بتيجي في الحاله بتقول الأسيوم آه. اسيوم ان الدايت اوف فانت فرضت ان الكرم بزيرو ما تيجي تقول لي بقى اللي تشيك ان الكرم بزيرو اه لا اكيد فتشيك على الفولت بس كده يبقى انت الجولدن رول الثانيه ان انت تتشيك بالفاريبل اللي هو عكس الاسامشن انت عملت اسامشن في الاون ان هو equivalent ايكويفالنت فولتج تشيك بالكرنت ان هو في الفورورد دايركشن positive عملت اسامشن في الاوف ان هو open circuit يعني ب بزيرو تتشيك بالايه؟ ان الفولتج اصغر بين الاندود والكاثد اصغر من في جام واضح؟ واضح بس كده دي الجولدن رول الثانية طيب في بعض البروبلمز طبعا زي البروبلم حتى اللي احنا خدناه الاكزامبل البسيط ده انا عندي مقاومه سيريز مع الدايت المقاومه ديت دي واضح ان الكرنت اهو فانكشن في بيساوي في باتري ناقص في, في جام على ار ناقص بلس ار اف ساعات بيبقى الار دي كبير اكبر بكتير من ار عشان كده الكرن تقريبا ما بتاثرش بار ففي بعض البروبلمز انا ما بديتكش ار اف لان ما تاثير عشان كده يبقى الضاد ايكوفنت لايه بس كان حطينا ار اف بكام بزيرو يبقى في بعض البروبلمز هل انت اللي بتعمل كده بمزاجك لا انا ما بديكش ار اف فالديفولت بتاعها حطه بزيرو واضح يعني كاننا اعتبرنا ان الدايت في الان كانه فيرتيكال لاين ما هو السلوب بتاعنا بايه ار اف بزيرو عن السلوب بانفينيتي يعني فيرتيكال لاين اوكي يبقى في الان لو انا ما اديتكش ار اف اعتبرها بزيرو ويشيل الضغط وحط في جاما بس اوكي تمام في حد سؤال عن سؤال في الباور اه في الباور ابلكيشنز بقى يعني الضايت ده نفسه بنستخدمه كالكترونيك سويتش بيحطوه في محطات الستيشن بتاعت الكهرباء عشان يفتحوا ويقفلوا اوكي طيب الكترونيك سويتش انا بتعامل في الستيشنز دي بفولتج 11 كيلو و 33 كيلو اوكي 66 كيلو يعني بيوصل 66 كيلو فولت هو فو ال 6 دي تفرق معانا او 0.7 7 مع ال 66000 فولت او ال 11000 فولت او ال 33000 فولت هتفرق معانا في الاون مش هتفرق عشان كده الكيس الثالثه ان انا ممكن اديك في بروبلم ما اديكش ولا في جاما ولا ار اف امال يتعامل زي ما الدايت في الان اعتبر هتعتبر, هتعتبر الفي جاما بزيرو والار اف بزيرو يعني كانه سلك وده هي الايدياليتي كيس او الايديال كيس اللي هو ايه الدايت اون شورت سيركت الدايت اوف اوبن سيركت وده الديفولت بتاعنا لحاله الدايت لو ما ذكرتلكش اي حاجه عن أو RF في جاما او ار اف في البروبلم واضح يبقى على طول الضعيف الديفولت بتاعه ان هو ايه ايدل سويتش ان هو في الان شورت وفي في الاوف اوبن سيركت اوكي يا جماعه ده الديفولت بتاعنا في تعاملنا على طول اوكي عايز انتوا اتنين منكم واحد ياخد سيركت A وواحد ياخد سيركت B ويقول لي هيحلها ازاي هي بسيطه مطلوب هنا الكارنت هتأسيوم ازاي حلقه دايت اون ولا اوف وهتتشيك ازاي وبعدين تجيب لي الكارت اوكي okay. بس هقول لكم بس حاجه طبعا هنقسيهم هنا الايدياليتي او الايديال كيس للدايت يعني لو انت عملت اسامش ان هو اون يبقى سلكه لو هو اوف يبقى ايه اوبن circuit هنا على طول من دلوقتي بدل ما احط لك بطاريه او فولتج بين نقطتين يعني بتوين نقطه وجراوند لا انا بشيلها خالص واحطها عند يعني احط لك دي بوزيتيف 10 فولت فاعرف ان دي بطاريه موجوده بين النقطه دي والايه بقى والجراوند ماشي يعني اللوب ده كلوز لوب يعني ماشي اللوب ده اذا كلوز لوب فيمر كارنت عادي يبقى من دلوقتي بقى في السيركتس بدل ما نحط بقى باتري بين نقطتين والكلام ده لا بنحطها عند نقطه بس معناها هنا بين بتوين البوينت دي والجراوند الطرف الثاني ليها بالايه التيرمينال الثانيه جراوند واضح مين اللي هيقول لي كده ازاي نجيب الكرنت في سيركت A؟ يدينا يدينا ايه, إيه ستيبس كده لحد مين مين مي هاسيوم ان ال ماشي يا عبد الرحمن اتفضل ايوه هتاسيوم ان الدايت ده ايه بقى؟ ااا آه. ما هو الفولت كان الفولت كان ب 10 وبعدها بقى الجراوند فبقى صفر. لا يعني ايه بقى الجراوند؟ لا انا ال 10 خلي بالك ال 10 فولت دول ال 10 فولت دول هم انا بحط بنحطهم كده بوزيتيف 10 بالشكل ده في السهم ده معناه ان في بطاريه بين النقطه دي والجراوند قيمتها 10 فولت فقلت لك بعد كده في البروبلمز مش هك مش هرسمها كده هتبقى ترسم ايه بوزيتيف 10 فولت دايركت ففي بطاريه هنا بوزيتيف 10 طب هل آه. الدايت ده اون ولا اوف؟ لا أقسمه يعني هخليها اوبن سيركت ليه؟ عشان عندها زيرو فولت لا سيبك من المرسوم ده انت حل زي ما انا قلت لك يعني أنا... اجرب تمام خلاص طب نجرب نخليها جربها اوبن جربها اوبن أه. لا انا عايزك تجربها اوبن انت غلط تمشي أه. على غلطك ماشي طبعا عبد الرحمن قال لي الايه الدايد اوبن فيجي في الحل يروح يكمل بقى يقول لي يبقى الكرنت بزيرو ما هو اوبن سيركت يعني الكرنت اللي ماشي فيه بكام؟ بزيرو ويقفل البروبلم وطالع من الامتحان بقى تمام التمام بس كل ده غلط ليه بقى؟ لانه ما عملش تشيك للاسامشن بتاعه طب التشيك ده يا عبد الرحمن الاسامشن اللي انت عملت اوبن لو انا عملت اوبن سيركت بتشيك بايه بالفولتج ولا كارنت لا نتشيك بال احنا عملناها اللي هي كيس 2 فهنتشيك بالفولتج بالكارنت انا كده كده اسيوم ان هو في اصلا صح جيج الفولتج ايه الفولتج بقى احنا اتفقنا ان كل شغلنا هيبقى انود كاثود يلا تشيك عند ال كانت كانت بتين عند... بزيرو فهيبقى زيرو ماينس تان كام لا يا حبيبي انت قول لي في اي كام احنا بنتشيك بي اي بي في اي كي في اي كي نيجاتيف ولا بوزيتيف انت لسه قايل الاي كونكتد بال10 فولت ما هو الكهرم بزيرو تمام يبقى الاي بوزيتيف 10 والكي بزيرو يبقى في اي كيب كام؟ 10 بوزيتيف 10 بوزيتيف 10 اصغر لا. ولا اكبر من في جاما؟ لا اكيد اكبر يبقى الاسامشن بتاعك غلط بس كده كويس ان انت قلت يبقى هاسيوم ان هو ارجع اسيوم ان هو ايه؟ ان هو اوبن سيرفر لا ان هو اون بقى ما أو. انت عملت ان هو اوف طلع غلط أيه. آه. يبقى اسيوم ان هو اون يعني ايه اون اوكي يعني اون يعني بحط مكان المفروض كموديل مقاومه الكال. وبطاريه سيبك من آه. الايدل كيس دلوقتي ان هو الفي جاما والار اف ب المفروض يعني نحط مكان المقاومه آه. وبطاريه اوكي وبعد آه. كده بجيب الكرنت واضح ان ال current فعلا هيبقى positive يعني حتى لو قسمنا عملنا اسامشن ان هو شورت سيركت كده يعني افرض ان هو شورت سيركت فالكرنت اللي هجيبه هيطلع لي ايه هيطلع لي بوزيتيف ده طلع كمان كام ما هو ده شورت سيركت يبقى الكرنت 10 فولت على 1 كيلو ب 10 ملي امبير فأني دايركشن فورورد يبقى الكرنت ان ذا فورورد دايركشن بوزيتيف زي ما احنا قلنا يبقى ده كده الاسامشن بتاعي صح بمنتهى البساطه دي سيركت دي بسيطه ومنتهى البساطة لو البطارية البوزيتيف بتاعها متوصل مع البوزيتيف بتاع الانود يبقى الدايت ده هيبقى اون يا جماعة صح ولا ايه؟ صح طيب الكيس التانية بقى واضح انها العكس ان الكاثود هو اللي متوصل بالبوزيتيف 10 انا في سيركت بي انا قلبت الدايت فالكاثود هو المتوصل بالايه؟ ببوزيتيف 10 فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنأسيوم ان هو طيب أسيوم ان هو اوف اوكي المفروض بتشيك بالايه؟ بالفولتج فعلا الفولتج لما جيت جبته اوكي واضح ان الفولتج خلي بالكوا بجيب في اي كي هنا اللي تحت الايه اللي هي ايه؟ تحت الايه اللي تحت يعني ايه الايه اللي تحت؟ يعني ال VA اي بزيرو الفي كي ببوزيتيف 10 يبقى الفي اي كيب نيجاتيف 10 اللي هي اصغر من في جاما يبقى الاسامشن بتاعي صح في الحاله الثانيه ان هو أو. اوف ابص بقى المطلوب المطلوب الكرنت اه طبعا طالما ده اوف وتاكد ان هو صح يبقى الكرنت بزيرو عرفتوا انا بمشي الحل ازاي؟ لو اتعودتوا عليه مش هاخد منكم وقت خالص يبقى انا على طول عينيا بتبص وانا بعمل الاسامشن كده ببص على الدايت دايركت ما ببصش على اي مقاومه سيريز معايا الدايت ده الفولتج اللي موجود دوت هيبقى هيخليه اون ولا اوف فبأسيوم ان هو اون مثلا او اوف فتشيك صح تمام؟ اه تمام يبقى بشوف ايه المطلوب واجيبه اوكي؟ دي ده السيكونس بتاع الحل بتاعنا دكتور هو في جاما هتبقى بكام او يعني رقم طالما هنا في البروبلم بقول لك اسيومنج ايديال كيس معناه ان اسيوم في جاما بزيرو وار اف بزيرو تمام يعني انت لما بتجيب الفولتج في حاله الاوف اللي هو ده الفي اي كي انت جبته نيجاتيف 10 اصغر من في جاما في جاما بكام بزيرو اصغر م. من زيرو اه يبقى انا صح تمام حتى لو جبت لك قيمتها اديها لك كام 0.6 فولت 0.7 في جاما يعني تمام يعني لو اديها لك بزيرو لا بوزيتيف فاليو صغيره فواضح ان النيجاتيف 10 كده كده اصلا اصغر من البوزيتيف فاليو اصغر من زيرو فعشان كده الدايد على طول هيبقى ايه في السيركت بي هيبقى اوف اوكي okay. قبل ما ندخل بقى في الستاندرد ابلكيشنز بتاعت الدايت هنحل تو بروبلمز كده كابلكيشنز برضه بالدايت بس في في كيسز مختلفه على حالات الانبوت يعني الانبوت احنا اتكلمنا قبل كده ان الانبوت بطاريه انا حاطط بطاريه فالدايت لا يكون اون لا اوف على حسب الكونكشن صح؟ طب افرض لو في سيركت بقى مديك انبوت والانبوت ده فاريبل زي ساين ويف كده واضح ان الانبوت ده فيه قيم فيه بوزيتيف وقيم ايه نيجاتيف ايه ده يا دكتور ده الدايد نفسه شويه هيبقى اون وشويه هيبقى اوف صح ولا ايه طيب هو ايه هو ايه المطلوب في الـ في الاكزامبل ده ايه المطلوب فيه بطلع حاجه اسمها ترانسفير كاركترستيك ايه ده يا دكتور يعني ايه ترانسفير كاركترستيك الترانسفير كاركترستيك دي ترانسفير كاركترستيك يعني ريليشن بتوين الاوتبوت فيرسس وبترسمها لما انت بتجيب الريليشن دي بيسموها ترانسفير فانكشن لما تجيب الريليشن بتوين الاوتبوت والانبوت اسمها ترانسفير ايه فانكشن يعني ايه ترانسفير يعني الانبوت دخل على السيركت حصل له ترانسفيرنج ازاي واداك الاوتبوت يبقى دي هي ترانسفير فانكشن لما تيجي ترسمها دي اسمها ترانسفير كاركترست اوكي اوكي تمام لما اجي ارسمها كده اسمها ترانسفير Characteristic فده المطلوب في الاكزامبل الاولاني ده بس قبل ما احل الاكزامبل ده هو لو الدايت اساسا ما كانش موجود في السيركت دي ايه علاقه الريليشن بين الاوبوت والانبوت حد عارف لو الدايت ده سلكه يعني مش موجود اصلا سلكه يبقى ايه الريليشن بين الاوبوت والانبوت هرجع تاني اقول انا هنا خلي بالكو ان انا عندي الانبوت انا حاطه عند النقطه ايه عند النقطه دي يعني بتوين النقطه دي والجراوند كان عندي ايه source السورس ده انا اوكي بديهولك بقى حاجه بتتغير مع التايم بديهولك ساين ويف اما حاجه ان هو فاريبل يعني ما بيش ايه مش كونستانت يعني. مش مش بطاريه حد يعرف يقدر يجيب لي الريليشن بتوين الاوت شكلها ايه لو الدايود ده مش موجود شورت سيركت انا السيركت دي عباره عن ايه انبوت داخل على مقاومتين سيريز الاوت انا باخده بقيسه على بتوين برضو عند النقطه دي يعني ايه بتوين النقطه دي وايه بقيس الاوت عند النقطه دي يعني بتوين النقطه دي والايه والجروند بتوين البوينت دي والجروند حد يعرف يقول لي ايه الريليشن بتوين الاوت والانبوت كنت بتجيبوها ايه circuit حاجه اسمها حاجه اسمها ايه Voltage divider في الفولتج ديفايدر انا يعني عندي الانبوت ده دروب على ار1 وار2 انا عايز الاوتبوت اللي هو دروب على ار2 بس يبقى فولتج ديفايدر صح ولا ايه يا جماعه اللي هو ايه ان الفي اوت عند النقطه دي بتساوي الار اللي هو دروب عليها اللي هي ار2 على التوتال ار في الانبوت صح مش انتوا الكلام ده خدتوه في الـ في الالكتريكال سيركتس تمام يا دكتور تمام اوكي ما خلي بالكوا هنا الكارنت اللي ماشي في R1 و R2 is the same اصلا والكارنت ده بيساوي ايه V انبوت على R1 بلس R2 لما اضرب الكارنت ده في R2 يبقى إيه كده جبت V اوت هو ده الفولتج ديفايدر يعني واضح ان الريليشن بين الاوتبوت الانبوت Relation ثابته يعني ايه يعني لو الانبوت positive او نيجاتيف الريليشن بين الاوتبوت والانبوت ثابته فتطلع straight line ثابت طب لما جينا حاطين الدايد ده بقى تاثيره ايه لو وجود الدايت ده هيبقى تاثيره ايه على الترانسفير كاركترستيك دي؟ ترانسفير كاركترستيك خلي بالكو اللي هي وداوت el... وداوت دايت من غير دايت هتبقى ستريت لاين ثابت. طب بالدايت ايه اللي يحصل؟ ده اللي عايزين نشوفه في الاكزامبل ده ونحله مع بعض. بس ده نبدا حلنا ازاي هنا؟ يعني حد يقول لي يقول لي كده نحل ازاي؟ ونطلع الريليشن بتوين الاوت والانبوت ازاي؟ لان واضح ان الريليشن دي هتتغير لما الدايت في حاله الدايت اون عن الدايت اوف صح تبقى تتغير يعني الدايت معناه ان الدايت هو اللي بيتحكم في الريليشن دي معايا الناس في النقطه دي وحاجه ثانيه واضح ان برضو الدايت عندي بعض القيم للانبوت هيبقى اون وقيم ثانيه هتخليه اوف ايه ده يعني الريليشن عماله تتغير الانبوت بيتغير فالدايت حالته بتتغير وبالتالي الريليشن بتون الاوت والانبوت تتغير طب الكلام ده ابداه ازاي ابداه ازاي يا جماعه ببدا بالضل ببدا بايه بالضل ازاي اهو يبقى في الاكزامبل ده ببدا من مين يا جماعه بالضايد فبقول ايه اول كيس الضايد ممكن يبقى اون طب ايه قيم الانبوت اللي تخلي الضايد اون بسال نفسي كده على طول يبقى ببدا بحاله الضايد بقول لو الضايد اون ايه قيم الانبوت اللي تخلي الضايد اون حد يعرف يقول لي ايه الفاليوز بتاعت الانبوت او ايه الكونديشن يعني ايه اللي يخلي الدايد اون ان الانبوت يكون ايه قيمته بكام القيم بتاعته ايه احنا قلنا عشان اقول الدايد اون ولا اوف بعمل ايه هل ببص على مقاومات السيريز وانا بجيب الكونديشن ده لا ما ببصش عليه يبقى كان الانبوت ربع دايركت على مين على الدايود هو مش عشان الدايد يبقى اون ال في اي كي بتاعته اكبر من او يساوي في جاما او اكبر من في جاما طيب الدايد ال في اي كي او دروب بتوين ال هو نفسه في انبوت يبقى في انبوت اكبر من او يساوي من في جاما يبقى اول حاله الكونديشن او قيم الانبوت اللي تخلي الدايد اون ان يكون اكبر من او يساوي في جاما هنا انت بتقسم الايدياليتي يعني الفي جاما تحطها بزيرو ماشي انما انت بتشتغل ايه جنرال ان الانبوت يكون اكبر مني يساق او يساوي في جاما القيم دي هتخلي الدايد اون طيب بعد كده طب لو الدايد اون يشيله اشيله احطه ايه في الايديال كيس احطه زيرو شور سيركت اهو طيب رسمت السيركت في حاله الآن هيبقى كده طب وات از ذا ريليشن بقى ما هو ده المطلوب الريليشن بين الاوت والانبوت ده فولتج ديفايدر في اوت ايكوال ار2 على ار2 بلس ار1 في في انبوت اوكي يا جماعه عرفت مشيت ازاي يبقى في الاول فرضت او قلت ان الدايت هيبقى بعض قيم الانبوت هيبقى اون، طب القيم دي فين؟ بقدر اطلعها ان انا بنجلكت تاثير المقاومات السيريز يبقى الانبوت هو نفسه ال اي كي، معنى كده ان قيم الانبوت الاكبر من في جاما تخليه اون، رسمت و... اون اوكي اهو انا كاتب لكم على اليمين كده الدايت اون لما لب... في اي كي اللي هي من في جاما واوف لما الفي اي كي اللي في ضاد اصغر من في جاما تمام الكيس التانية الكيس الثانيه ايه الدايت اوف خلي بالكو الايه الكونديشن بتاع الاون والاوف كونتينوس يعني ايه كونتينوس ان الضغط عشان الضاد يبقى اون بط اكبر من في جاما يبقى الضاد هيبقى اوف لما الفي ان بيجاوب. Condition Continued. طيب ارسم السيركت في حالة مين؟ في حالة الأوف. في حالة الأوف الدايت equivalent اوبن سيركت أهي. وكمل السيركت أهي. What is the relation between الأوتبوت والانبوت يا جماعة؟ الأوتبوت إيه علاقته بالانبوت في الحالة ديت؟ هل اللوب ده هيمر في Current لما الدايد يبقى هل اللوب في كرن بزيرو يبقى معنى ايه بزيرو يعني الفولتج عند النقطه اللي بتاعت هي بتاعه الاوت هي نفس الفولتج عند النقطه اللي هي بتاعه الانبوت يعني الاوت هو الانبوت صح تمام هنا بقى اعمل ايه انا خلاص خلصت الحل بتاعي اعمل ايه اروح عامل حاطط السولوشن ده كله في صوره ماتماتيكال ريليشن ازاي اقول الاوت بيساوي R2 على R1 بلس R2 في ال VN in case او under condition ان ال VN اكبر من V جام وال V جاما بكام؟ بزيرو. كيس الثانيه ال V output equal V input under condition ان ال V input اصغر من V جام يعني اصغر من زيرو. ويبقى ده كده دي اسمها transfer function. شفت عرفت ايه؟ شفتوا جبناها ازاي؟ جبناها من ال conditions تحت الضعف. اوكي؟ جبناها من ال conditions تحت الضعف. يبقى حليت الحل بتاعي في الإلكترونيك سيركت دي حولته لماثيماتيكال ريليشن هل أقدر أعرف, أعرف أرسم الماثيماتيكال ريليشن دي؟ أه طبعاً أعمل إيه؟ قيم الإنبوت البوزيتيف اللي أكبر من زيرو الريليشن بتاعت القابض بيساوي أر2 على أر1 بلس أر2 في كونستنت كده في الإنبوت كونستنت ده فراكشن أصغر من واحد فالسلوب بتاعي أهو طيب لو الإنبوت نيجاتيف أصغر من زيرو يبقى القابض إيكوال الإنبوت يعني سلوب 1 أهو عرفتوا جبتها ازاي؟ يبقى دي اسمها ترانسفير كاركترستكس. رسمتها جبت ترانسفير فانكشن ورسمتها يبقى دي ترانسفير كاركترستكس. عرفنا خطوات الحل ازاي؟ ماشي؟ ساعات بزود عليك بقى بقول لك طب لو انا مديك الانبوت ساين ويف اللي هو الازرق ده مع التايم مش كده تعرف ترسم لي شكل الاوتبوت مع التايم؟ اه طبعا يا دكتور. لو انا مديك قيمه الانبوت ساين ويف بسيرتن بيك من ذلك جيفن تعرف ترسم لي الابوت اه نفس الايه الترانسفير فانكشن دي بستعملها بقول قيم الانبوت شفتوا بقى اقرا ازاي الكلام ده بقول قيم الانبوت اللي هي اكبر من زيرو يعني الهاف سايكل البوزيتيف الاوتبوت فيها هو نفسه الانبوت بس مضروب في كونستانت اصغر من واحد معنى كده ايه معنى كده ان البوزيتيف هاف سايكل دي الاوت هو الانبوت بس مضروب في ايه في كوفيشنت او كونستانت اصغر من واحد عشان كده هيطلع نفس شكل السايكل بس بايه البيك اقل طيب في النيجاتيف هاف سايكل الوضع ايه يا جماعه في النيجاتيف هاف سايكل ها في النيجاتيف هاف سايكل ايه ايه الريليشن بين الاوت والانبوت خليكم معايا عشان نتاكد ان انتم مش نايمين ال V input أصغر من زيرو negative يعني كل قيم ال input الـ negative يعني negative of cycle. هو سايكل ال هو ال input معايا يبقى الأحمر ده هو شكل ال عرفتوا جبتوها جبناه ازاي؟ يبقى يبقى ممكن أجيب لك في بعض وال أبليكيشنز كلها هنجيب فيها الكلام ده يعني في كل السيركتس بتاعت ال standard هنجيب الترانسفير characteristics وهنرسم ال فورم بتاع ال لما بيديك ال فورم of the ايه of the input واضح؟ حد ليه سؤال حد ليه سؤال هنا تمام دي, دي اول اكزامبل عندنا اول بروبلم تاني بروبلم الدايود خلي بالكوا احنا برضو بنستعمله في ونعمل منه بكونكشنز معينه كده اللوجيك جيتس تعرفين اللوجيك جيتس الاند والاور والاكس اور والاوكي والنور والناند وهكذا فمديك اكزامبل على الاند والاور بس قبل ما نحل ونبتدي نشوف السيركتس دي الكونكشنز دي اند ولا اور احب بس نراجع شويه حاجه اسمها تروث تيبل هنتكلم عن تو انبوت اند جيت تو انبوت اور جيت تو انبوت اند جيت الانبوتس اللي داخله ايه و B والاوتبوت الكيسز المختلفة أو كومباينيشنز المختلفة للتو إنبوتس في الأند جيت 0 0 0 1 1 0 1 1 الأوتبوتس بقى في الأند جيت إيه بقى؟ حد عارف الأوتبوت بيطلع إمتى 1 في الأند جيت؟ لما الاثنين صح الاثنين بو 1 أذروايز كله بزيروز الأور بقى لا ده بنقول أور يعني لو الأي بي 1 أور البي ب 1 الأوتبوت يطلع بو 1 أو الاثنين ب 1 الكيس الوحيده اللي فيها الاوتبوت بزيرو لما الاثنين ايه زيرو عشان كده السيركتس دي هنسهلها شويه نشيل اوتبوت تم... انبوت منه اللي هو VC سي ده وعايزين نتشيك السيركت الاولانيه ليه اور السيركت الثانيه ليه اند نوينج ده لازم تكون عارف ان الزيرو وال1 اللي موجودين في التروث تيبل دول اسمهم لوجيك ليفلز كقيم للفولتج هنأسيوم هنا ان هم 5 فولت اللي هو ال1 ده هو 5 فولت والزيرو اللي هو ايه زيرو فولت حد يعرف يقول لي ازاي السيركت ديت ايه اور جيت والسيركت بي اند جيت عشان تتاكد هتفرض هتدخل كومباينيشنز مختلفه للانبوتس A والبي وتشوف الاوت صح واضح هنا ان في عندي حالتين 0 1 1 0 دول كانهم زي بعض يعني انبوت فيهم ب1 وانبوت ب0 يعني انبوت 5 فولت وانبوت 0 فولت والله لو الأب طلع زيرو يبقى انا بتكلم عن اند لو الأب طلع ب1 انا بتكلم كده عن ايه؟ جيت حد يعرف يقول لي بقى السيركت الاولانيه دي ليه هي أورجي. يقول لي كده مين يقدر يقول مين؟ ايها الناس من من يقول مش عايزين ندخل المحاضره وان واي كده انا برضو عبد الرحمن انا قلت اقول قول قول انا عندي هنا السيركت داخلها تو انبوتس في اي وفي بي وطلع اوت وا عايزين نتشك ليه ديت اور جيت فانت قول لنا كده قلنا هنعمل ايه هندخل انبوت مثلا الاي 5 فولت والبي 0 فولت ايه اللي يحصل إيه قول لنا حالات الدايودز الدايودز اللي هو متوصل ب في اي اللي متوصل ب إيه في بي مين الاون ومين الاوف ولا الاثنين اون ولا الاثنين اوف هيطلع قد ايه قول يلا وزمايلك هم م. اللي يقول لك انت صح ولا غلط قول ماشي خلاص لا الـ 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 الانود هناك يمين ناحية الفايف فهو كده فايف ماينس فهو كده أكبر من طب حلوة دي الكي بقى أنت لما جيت تفرض قلت الكي بزيرو ليه؟ لأن أنت قلت الكي متوصلة بمقاومة مش هشوفها عينيا مش شايفاها فكأن الكي متوصل بالجراوند صح يا عبد الرحمن فكأن أه كده الدايت ده عليه فولتج بكام؟ فايف 5 اه كل ده اللي احنا عملناه خلي بالكم تكار اللي انا عملته ده عشان اسيوم حاله الدايت وتطلع صح فيبقى كده الدايت ده اون بقى فرض الايدياليتي هنا الدايت ده هيبقى ايه طالما اون يبقى احط مكانه ايه اوبن uh, سيركت يا راجل الاون انت ليه اه لا لا, لا. لا. <applause> لا. 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 سيركت <applause> اه ما احنا قلنا اون وايدل يعني الفي كي الفي جاما بزيرو والار بزيرو يعني شورت سيركت سلكه انتوا عارفين يعني ايه سلكه يعني الفولتج بتاع الاي ده هو الفولتج بتاع مين بتاع النقطة دي ما هو دي سلكة خمسة فولت يعني الأوت بكام؟ بخمسة خمسة فولت دي ون ولا زيرو؟ 1 معنى كده إن أنا بتكلم عن إيه؟ أور جيب. طب هو دلوقتي الدايد التاني ده حالته إيه؟ حد يعرف؟ ما أنت قلت لنا يا دكتور إن ده خمسة فولت ودي زيرو يبقى الفي اي كي بتاعت ده بنيجاتيف خمسة فهو كده أوف كده أوبن يعني معنى كده ان مين اللي بيحدد حاله الداي الاوتبوت الدايد الاون اللي هو داخل له كام وخلي بالكوا هنا الانبوت اللي داخله ملهاش غير قيمتين لا تدخل 0 فولت لا 5 فولت ما غير كده فلاي واحد فيهم الانبوت داخل 5 فولت الاوتبوت اوكي الدايد هيبقى شورت يعني اون والاوتبوت هيطلع 5 فولت انما لو الانبوت داخل 0 فولت الاوتبوت هيطلع ايه اوكي okay هيبقى اوف والاوتبوت هيطلع بالزيرو بس لو قيمتك ايه ب 0؟ ما لو واحد فيهم 5 وال داخل 5 فولت الدايل بتاعه يبقى شورت فال هيطلع 5. الحاله الوحيده تطلع زيرو اللي output هيطلع 0 لو الاثنين 0. فعلا يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن اورجت. طيب قول لي يا عبد الرحمن كده الاي دي بتاعك 20 بي 7 5 0 9 ماشي اوكي طيب الكيس التانية بقى اللي هي السيركت دي ليه هي اند خلي بالكم ايه اللي اتغير هنا انا الدايد متوصل ازاي الانبوتس دي متوصله كونكتد بالانود بتاع الدايد ولا بالكاثود كاثود ايوه دي لازم نعرفها لان وانا بتشك بعمل ايه؟ بمنتهى البساطه، انا ماليش علاقه بحاجه، انا بجيب بجيب في اي كي الاول واشوفها اكبر ولا اصغر من في جاما. الفي اي هنا متوصله بمقام ما ببصش عليه يبقى 5 فولت، الفي كي متوصله بايه؟ اوكي بانبوت 5 او الدايد الثاني الانبوت بزيرو، معنى كده ان الدايد الثاني ده هو اللي ايه؟ هو ده اللي هيبقى اون، ليه بقى؟ لان الانود متوصل ب 5 والكاثود بزيرو يبقى في اي كي بكام؟ بوزيتيف 5 يبقى ده اون، يبقى الدايد الثاني اون. يبقى ببساطة كده الدايت اللي الكاثود بتاعه متوصل بأقل فولتج هو ده اللي هيبقى اون وطالما اون يعني سلكة طالما سلكة يبقى الفولتج ده هو ده اللي هو كام زيرو ايه ده معنى كده ان الاوت هيساوي زيرو لو اي واحد من الانبوتس بزيرو اه يبقى انا بتكلم عن مين عن اند جيت لو الانبوت ايه بزيرو او البيب زيرو الاوت بزيرو ونفس الكلام طبعا لو الاتنين بزيرو هيبقى الاوت بزيرو طيب اوكي، حد يعرف يقول لي ليه لما الاثنين بـ1، الاوتبوت بـ1، جت ازاي دي؟ ليه لما الانبوت الاثنين بـ1، الاوتبوت بـ1، جت ازاي؟ حد يعرف يقول لي؟ ليه لما تقوم انبوتس بوان الابوت بوان ممكن ناسيوم ونشوف يا دكتور ماشي صح وانت ممتاز لو الاثنين خمسة فولت انبوت هنا والانبوت هنا خمسة فولت وقلت الاثنين دايتس دول هيبقوا اوف ما هو الاثنين حاجه واحده يعني اوف اه اوف فواضح ان الكرنت اللي يمشي في زيرو ما هو مفيش حاجه يمشي فيها خلاص بقى اوبن فالفولتج اللي هنا هو نفسه السبلاي اللي فوق اللي هو ال 5 فولت او البطاريه اللي فوق دي ال 5 فولت فدي ال1 بتاعتي دي يعني ال5 ال1 ده جه من ال 5 فولت اللي فوق لما الاثنين دايتس هيبقوا اوف طب انا اوكي اتشيك بتشيك ايه بجيب الفولتج ال في اي كينا هنا بكام دي خمسة ودي خمسة يبقى بزيرو الزيرو صح برضو اوكي يعني انا كده الاسامشن بتاعي صح وانا عشان يبقى اه عشان يبقى اون لازم يكون اكبر من في جاما يعني اكبر من زيرو هو بزيرو فزيرو دي لو انت كنت عملت اسامشن هو ان هو اون اوكي والفولتج بزيرو صح لو عملت الاسامشن ان هو اوف وال وال والايه آه وال نقف والفولتج برضه بزيرو فهتبقى صح لان زيرو دي هي قيمه في جاما يعني انت كانك واقف فين كانك واقف زي ما احنا قلنا قبل كده واقف عند النقطه دي ففرضك ان هو اون او اوف هيبقى صح اهم حاجه بس ان تعرفوا ان الاوتبوت بتاعي لو دول اوف اوكي معناه الكلام بزيرو ويبقى الفولتج ده هو ده اللي هو الخمسة فولت ودي الخمسة فولت اللي طالعة في التروث تيبل اوكي دي ابلكيشنز بس ابلكيشن نوت ستاندرد أوكي؟ اوكي الستاندرد ابلكيشنز ان شاء الله اللي هنتكلم عنها هي اللي فيها الانبوت جاي من الكهرباء من 220 فولت اللي هي مينلي هنعمل بيها دي سي باور سبلاي يعني كل البلوكس اللي هناخدها ان شاء الله بس المحاضره الجايه كلها هنلاقي بلوكس اللي نعمل بيها دي سي باور سبلاي اوكي فالانبوت بتاعنا معروف ساين ويف التردد بتاعه 50 هرتز جاي الروت مين سكوارد فاليو 220 فولت عن طريق ترانسفورمر بقى اللي صغرها وبدخلها على السيركت اللي فيها الضعف وبنكمل بقى, الديز بقى الدي سي باور سبلاي انا في الاخر عايز أدخله حاجه اولترنيتنج بتتغير اي سي يطلع لي في الاخر ايه يا جماعه؟ المطلوب فيه ايه؟ في الدي سي باور سبلاي يطلع لي في الاوتبوت ايه؟ ها دي سي باور سبلاي الاوتبوت اللي هيطلع منه ايه؟ دي سي يعني ايه دي سي؟ يعني قيمه كونستنت طب وازاي يا دكتور القيمه بتبقى ثابته في الاوتبوت؟ طبعا المراحل دي كلها هناخدها بس هتكلم عن حاجة في المحاضرة دي دايت نوع من الدايت مهم قوي قوي هنستخدمه اسمه زينا دايت هنستخدمه عشان يثبت الفولتج في اخر حاجه في الدي سي باور سبلاي يعني في الباور سبلاي اخر سيركت او اخر مرحله من المراحل ان احنا نخلي الفولتج ثابت نثبته ازاي عن طريق حاجه اسمها فولتج ريجليتور فالفولتج ريجليتورز ديت مو... سيركتس ابسط نوع اوكي ان هو يكون زينر دايت. ايه الزينر دايت بقى ده؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه في السلايد دي. اوكي ودي ان شاء الله تبقى اخر حاجه عندنا وندخل في المره الجايه مع زمايلكم اوكي الجروب الاولاني في الدايت ستاندرد ابليكيشنز. قلنا في الستاندرد ابليكيشنز اللي داخل لي انبوت عباره عن بيور ساين ويف من الكهرباء اوكي آه طبعا مش مدخله دايركت ال 220 فولت دول لا مدخلهم عن طريق ترانسفورمر ستيب داون يعني بيقلل البيك شويه وبعدين ادخل على السلك. بس اوكي انا يعني هوريكو بصوا كده اهي بصوا دي كده ايه ده اه ده دي سي باور سبلاي بصوا البلوكس دي كلها اخر بلوك ايه قبل اللود اللود دوت بقى اي حاجه بقى انت حاطط هنا سيركت حاطط مقاومه حاطط ده ده اللي قدام مش مشكله فولت البلوك ده اسمه ايه فولتج ايه ريجليتور عمل ايه الفولتج ريجليتور دخل له انبوت شكله ايه وطلع منه اوتبوت شكله ايه شايفين الاوتبوت اللي طلع شكله ايه الاوتبوت اللي طلع شكله ايه ريد لاين دي سي بيور يعني خط دي خط ثابت كده ايه السبب بقى ان الفولتج ريجليتورز بتعمل كده ويعني ايه فولتج ريجليترز وليه الدايت اللي انت بتقول عليه ده يا دكتور اسمه فولتج ريجليتر او بنستخدمه في عمليه الريجليشن تعالوا نحكي الحكايه دي قبل ما نتكلم عن الزينور دايت تعال ان الدايت بتاعنا العادي اللي احنا شغالين بيه البي ان جانكشن البي ان جانكشن دي احنا عملنا ابروكسيميشن لكاركترستيك ان هي اون لو الفولتج اكبر من في جاما او اوف لو اصغر بس لو اصغر ودخلت بقى في الريفرس ما اتكلمناش خالص ان في الريفرس ده كل ما بكبر الفولتج يعني بخليه مور ريفرس مور ريفرس مور ريفرس هل عادي كده الكرنت هيفضل بزيرو لا ولا ما بيحصلش كده بيجي عند عند قيمه فولتج معينه بلاقي الكرنت بقى عالي قوي بس انت في الريفرس يا دكتور اوعى تكون نسيت لا هو عالي جدا عالي ليه لان حصل ظاهره اسمها بريك داون حصل ظاهره اسمها ايه بريك داون يعني ايه بريك داون يعني بدل ما كان عدد الالكترونز والهولز اللي بتتحرك وتدي الكرنت قليله جدا فكرت تقريبا بزيرو لا ده مره واحده حصل انهيار حصل سيل الكترونز وهولز كتيره جدا جدا ليه لان كل ما بكتر الفولتج الطاقه بتزيد فالالكترون بياخد طاقه كبيره اللي هم القليلين دول فبيكسروا في الروابط الكوفيرنت بونز فاكرين الكوفيرنت بونز فبيطلعوا لي الكترونز هولز كتير جدا 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 فمرة واحده بلاقي الكرنت بقى عالي جدا عالي جدا في اني دايركشن في الريفرس فتلاقوا الكاركترستيك حصلت ايه الكرنت ماشي في ايه في الريفرس يعني في النيجاتيف ومره واحده بيزيد جدا جدا فالسؤال هنا هو لو البريك داون ده دا حصل اوكي وخلي بالكوا في الدايتس بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها ديت البريك داون دا عند 80 او 100 فولت بعيد قوي. واي الكترونيك كيت او سيركت بتبقى السبلاي بتاعها كبير و15 فولت. فانا مش هوصل لدي. افرض ان انت وصلت هو خطر ولا مش خطر؟ بمعنى هقولها كده عادي زي ما الفنيين بيقولوا هو كده الدايت باظ؟ يعني ايه الدايت باظ؟ يعني باظ او حصل له فيلير يعني لو انا رجعت قللت الفولتج. هيرجع تاني معايا يدخل في الاون في ولا مش هيرجع خلاص كده لازم استبدله اشيل واحد مكان واحد تاني اوكي ايه رايكم البريك داون ده معناه كده الدايت حصل له فيلير اوكي ان ماست بي ولا اوكي اقدر اتعامل معاه عادي يرجع تاني اون واوف ومفيش مشكله ولا شغال نورمال عادي بريك داون ده هيسبب فيلير للدايت لما الكرنت يعلى جدا ايه اللي يحصل خلي بالكو البريك داون مش شرط الدايد يحصل له فيلير ليه لان انا ممكن اكون عند في البريك داون عند النقطه دي النقطه دي الكرنت فيها بزيرو فالباور اي في في بزيرو مع ان الفولتج 100 فولت بس الكرنت بزيرو فالباور بزيرو الخطر هنا ان الباور تزيد وتزيد ازاي؟ عن طريق زياده الكرنت لان الفولت تقريبا ثابت. فعشان كده بيحددوا هم في اي ضايد يقول لك اكبر كرنت في الريفرس اللي هو المينيمم فاليو يعني او الماكسيمم في الريفرس بقيمه معينه. خلي بالك قبليه انت كده في السيف اوبريتنج اريا يعني اشتغل براحتك مفيش مشكله. انما لو انت عديته الباور هتزيد جدا فهيحصل الفيلير بتاعك. يبقى الخطر في البريك داون ان انا اعد قيمه كارن معينه اوكي محددها لي هو في حاجه اسمها الداتا شيت بتاع الضعيف يعني هم الفاوندري <تصفق> اللي عمل فابريكيشن محدد له القيمه دي خلي بالك ما تعديش القيمه دي احنا قلنا كده كده اصلا انا في الابلكيشنز العاديه مش هوصل لل 100 فولت دي اوكي فاحنا كده فهمنا الدايد العادي عشان كده الضايد العادي ده هو من اللي بيشتغل اون واوف عمري ما هو هوصل للبريك داون خالص امال ايه الزينر دايت بقى الزينر دايت هو دايت سبيشال دايت الدوبينج كونسنتريشنز في اللي هو الاكسبتورز في البي اللي سببت البي والدونرز ذابت الان عالي جدا عالي جدا عشان كده كده بنرسمها ايه بي بلس ان بلس الدايت ده ليه السيمبل بتاعه مختلف شويه بنعمله مثلث كده وعليه حرف الزد زينر دايت ده الانود ده الكاتب واضح ان في التصنيع هيبقى تكلفته زياده فالبرايس بتاعه اعلى. ليه؟ لان الدايت ده بيحصل له بريك داون برضه بس البريك داون معروف كده ان كل ما الدوبنج يزيد كل ما البريك داون قيمته تقل. انتوا عارفين البريك داون بقى هنا قد ايه؟ 5 6 فولت تخيلوا في معظم الزينر دايت. ده دا معنى كده إن, ان 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 وارد ان هو يحصل اه يحصل وانا شغال عادي خالص في الريفرس زي زميلكم وعمال يزود الفولتج في الريفرس فوصلوا البريك داون نرجع تاني مفيش مشكله عندي ان انا في البريك داون طالما ان انا البري الكرن بتاعي لا ايه ما عداش الماكسيمم قيمه الماكسيمم كرن للزن ده حتى قيمه الفولتج هنا بتسميها في زد بس هنا طبعا دي نيجاتيف في زد نيجاتيف ليه؟ النيجاتيف ديت عشان هو هنا ريفرس okay. اوكي؟ عشان كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا الزينر دايت في المنطقة ديت اللي هي البريك داون ريجن ديت كأنه بطارية بس بطارية بالعكس الانود بتاعها مع الكاثود بتاعه والكاثود بتاعها مع الانود فكده عشان كده الدايود الزينر دايت لما بنيجي نرسمه بالشكل ده في السيركت وهو دخل في البريك داون كأنه بطارية قيمتها في زي. وده السبب ان الباور سبلاي بحط في الاخر زينر دايت عشان يطلع له قيمة فولتج ثابت فبيسموه فولتج ريجليتر وهو بيشتغل بيديني ريفرنس فولتج قيمه كونستنت ايه فولتج ثابت طبعا دلوقتي انواع ريجليترز بقت آه يعني ادفانسد شويه بس لازم يكون فيها زينر دايت لازم يكون داخل فيه الايه فيها زينر دايت ليه عشان يثبت الفولتج اسمه ريفرنس فولتج اوكي يبقى ممكن يبقى عشان كده لما اقول لك زينر دايت تقول لي اه زينر دايت ده ممكن يشتغل اون يشتغل اوف اشتغل في البريك داون طبيعي طبعا انا مش هروح اشتري زينر دايت عشان اشغله اون واوف زي الدايود العادي النورمال دايت والبرايس بتاعه اعلى لا انا هجيبه عشان انا عايز اشغله ان بريك داون عشان يثبت لي الايه الفولتج اوكي يا جماعه يبقى الزينر دايت has three regions of operation on off breakdown انما النورمال دايت هاز اونلي تو مودز اوف اوبريشن اون اند اوف اونلي ليه؟ لان مش هوصل خالص لل 100 فولت دول اللي هم بتاع البريك داون. اوكي يا جماعه؟ يبقى الزينر دايت ده دا نوع من انواع الدايت بتميز ان الدوبنج في البي والان هيفلي دوبت يعني عالي جدا فبيخلي البريك داون فولتج قليل بيبقى قيمته كفاليو في زد الفي زد دي 5 6 فولت لا تتعدى ال 10 فولت يعني. اوكي؟ فاحنا ممكن نشتغل في البريك داون ريجن مفيش مشكله طالما احنا سيف الكرم بتاعنا اقل من الماكسيموم اللي بيمر في الريفرس بالنسبه للزينور دايد ففي الحاله دي الدايد بيطلع لي فولتج ثابت مهما كان الكرم اوكي خلي بالكم ان الباور سبلاي لازم دي مستو الباور سبلاي لما بستخدمه انا انا ممكن احط انت تحط اللود كونتو 10 كيلو واحد يحط 1 كيلو واحد يحط 1 ميجا يعني اللي بيتغير هو الكرنت انما الفولتج لازم يفضل ثابت فدي الميزه ان الكرنت ممكن يتغير بس الفولتج عند فولتج ثابت فكده ده بستخدمه في اخر ستيج في الباور سبلاي طبعا بس اهم حاجه ان يكون الكرنت لا يتعدى الماكسيمم اللي بيمر في في الزينر عشان كده هو بيحدد لي فهتلاقوا حتى بروبلمز في الشيء بتتكلم عن الزينر دايت اوكي حد ليه سؤال لغايه دلوقتي يا جماعة ده كده المحاضرة بتخلص بسرعة بالنسبة لكم ناس تسأل يبقى في مناقشات اوكي ان شاء الله المرة الجاية عايزين نخلص اللي هي الستاندرد ابلكيشنز اوكي للايه للدايت خلاص احنا قلنا الكونسبت احنا كده فهمنا كل حاجة آه الستاندرد ابلكيشنز سهلة انا بدخل لها زي ما احنا قلنا انبوت معروف اللي هو من الالكتريستي اللي هو الفريكونس 50 هرتز البيك فاليو okay. اوكي بجيبها طبعا الروت من سكوير فاليو 220 فولت اوكي بدخلها على الترانسفورمر ويبقى ده الانبوت بتاع السيركت ببتدي ادخل الانبوت ده واشوف تاثيره ايه في الايه في الاوتبوت زي ما هنشوف في السيركتس المختلفه وفي الاخر هنعمل اوكي okay. اهم ابلكيشنز عندي اللي هو الدي سي باور سبلاي بعد كده بناخد برضه ستاندرد ابلكيشنز ثانيه زي سيركت بتتشارج الباتري زي البطاريات العربيات ازاي بيعملوها لها تشارجنج بيشحنوها اوكي هناخد سيركت كده اسمها فولتج دبلر انها ازاي تدبل الفولتج بتاع الاوتبوت اوكي او تزوده اكتر من كده فده ان شاء الله هناخده المره الجايه اوكي حد ليه اي سؤال اي سؤال شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور مفيش اي سؤال صغير طيب ماشي شكرا سلام عليكم وعليكم السلام